لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. حضرات المشاهدين أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، طابت أوقاتكم، مساء الفل للناس الكل. إلى البطولة الإسبانية في جولتها الثانية، ومن هذا الملعب مونتيليفي بمدينة جيرونا الكتالونية ينزل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على فريق جيرونا فوتبول كلوب، الفريق الملكي من أجل البقاء في الصدارة رفقة برشلونة بيل. جاريث بيل يوزع، والحارس ياسين بونو حارس المنتخب المغربي، بطولة قادمة على مستوى القائم الأول، يعدي من توني كروس غير لبورتو، بورتو ليوزع والركنة لفريق جيرو. كانت في هذا الملعب مونتيليفي بهدفين لهدف، هذا كريم بنزيما جول، لكن لا الراية بارو اللي وزع، وكيلور نافاس يكسب المخالفة، كيل بيدرو بورو وما زالت الكرة لصالح شيء، المدافع الأيمن وكرة سريعة لكن بعيدة، كيلور لوزانو صعب الكرة، راموس يلعب بالنار لأن تيمار ويخسر، وهذه كرة خطيرة، كرة جول غريبة يا إيسكو، غريبة عجيبة هذه الكرة من إيسكو، مجهود وتصويب وفي كارثية يوزع، والمقصية ساحات الموجودة، وهذا لاعب الأندوراس يراوغ صغير الكتالونيا يقارع عملاق اللعبة، والركنة لجي لابورتو يعد رايع خطورة يوزع، وكان الرباس بورتو المهول أمامنا، جاريث بيل للأمام، كروس ليوزع، تأمين دفاعي، كارفاخال مرة أخرى تعدي الكرة، وسرعة العودة دفاعية، بورتو لوزانو رايعة فيها جول، التصويب وضربة مرمى، هاي الكرة كارفاخال وحده يتيم، ما فيش ولا لاعب، لا بينوزا، كريم يخسر الكرة، كريم 90 ثلاثة مرات فاز بالسوبر الإسباني، وفاز كذلك مرة واحدة مارتشيلو اللي صوب بعد انعدام الحلول لاختراق دفاع جيرونا، يرجع الكرة بين يحضر لتوني كروس، والركنية مدريدية لبورتو، بورتو ولكن وين المتابعة، ما زالت ليس في مكان فيه جاريث بيل، وياسين مارتشيلو يوزع، وراموس الغدار المطرقة الرأسية، راموس كاد أن يأتي بهدف التعادل لريال مدريد، ولو أنه إيسكو يوزع، إسبينوزا الكلة الإسباني يوزع، وراموس بدون مراقبة، جاريث بيل لمارتشيلو، مارتشيلو ورقة صفراء، بيدرو بارو بالورقة الصفراء، إذا توني كروس كرة سهلة من الألماني بعيدة، اللي زار شباك الريال الموسم الماضي في سانتياغو برنابيو، كرة إيسكو بونو خوان مارتينيز، ياسين بونو، راموس روعة، جول على طريقة بانانكا، على طريقة تشيكوسلوفاكي، بانانكا
راموس يعادل والكرة من بوردو لم يلمسها أي لاعب. أسنسيو يوزع كرة كردية يعادل جول لا ناتشو رائع ناتشو يوزع ولوزانو كريم كريم يحضر التسويب والعارس ياسين بونو جارث بيل بالمتابعة كرة طويلة ترجع والراية جارث بيل يراوغ يا سلام جارث بيل واسبينوزا كريم 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 يعادل لمن وجارث بيل وين وخطيرة والحكم يطلب اللعب ليست هنالك ضربة جزاء هذه كرة لجارث بيل التسويب وأليكس جرانيل بذكاء جينو بكرة بدار الدفاع وتأمين ضربة جزاء ضربة جزاء أسنسيو مرة أخرى وراء بنزيما كريم جول الريال يقلب الدولة على جيرونا في أصعب الأوقات ريال مدريد يتقدم مشاهدينا الكرام بإمكانية التوزيع في القائم الثاني ومرجة الريال الآن في الميزان هذه أفضل من كاسيميرو وكرة خطيرة كارباخال كارباخال تصدي من مونيزا اليمين كرة من تيمار في القائم الثاني كرة بالرأس رائعة من لوزانو لكن يهرب عليه كيلور نافاس رائع اللاعب بوردو وبيهرب الكرة شدوا هرب راو هرب راو هرب وراو جول جول القاتل الويلي زيه هرب ولم يعد هرب ولم يعد هو جارث بيل يا سادة بسرعة العادة رفع فاران وجارث بيل وحده رأى ضربتي جزاء لفريق الريال والعرقلة موجودة والكرة بمخالفة واضحة الإعاقة على الويلزي جارث بيل وتبع الورقة ريال جارث بيل المرة هذه زاحفة يتسال كريم يعدي وتوني كروس سهلة يا أتاسينسيو يراوغ لكن يغلق النافذة على وعفو من كريم والعارض أسنسيو كرة رائعة ناتشو ناتشو كرة ناتشو ناتشو يوزع يوزع والتسويب أملاع ضاعت الكرة التسويب رائع استفاقة جارث بيل بكل تك اللي يعود لأول مرة للتشكيلة الأساسية جارث بيل يوزع وكريم جول كريم جول 4-1 يا السادة الملكي يضرب